انا مش عارفة اقول لكم ايه. النهاردة مايو 27، الساعة 5:22 مايو 27 2022. بكلم المكتبة من اخر مرة كلمت فيها وسبت لكم فويس ميل او سبت لكم فيديو متصور وانا بلف حوالين نفسي بحاول الاقي مكان، مش قادرة الاقي. كل ما بوصل خط عشان ألاقي فيه 4 حيطان بيتقفل، وأساسا من قبل ما أوصل أساسا بيكون اتقفل. يعني الرسائل اللي بعتها لكم من كورونا كان في الويك اند لما جوز صاحبتي قالي ما ترجعيش البيت الأسبوع اللي فات، الويك اند اللي فات، وباتي الليلة دي برا، وبتعالي خدي العفش بتاعك ولا خدي الأغراض بتاعتك في أي وقت تاني، بس يعني باتي برا. طبعا هو عمل دوت لأن كان الويك اند، الويك اند يعني صعب جدا ان انت تلاقي 4 حيطان تلمك او تلاقي اي مكان اساسا، ما تقدريش تروحي لأي حد كده. انا استنفذت كل الناس اللي اعرفهم واتكلت عليهم، وزي ما انتم فاهمين القصة بقى لنا 4 سنين بنلف حوالين نفسنا، ومعنا ناس بتتجسس علينا بدون اي صفة، وما احناش عارفين دول عصابة ولا حكومة ولا ايه قصتهم بالظبط. وملخص يعني احنا التجأنا لكل، التجأت لكل الجهات الرقابية بما فيهم المحكمة نفسها عندها علم بكل الموضوع، والقاضي والبوليس ومخابرات كله رفض يفتح التحقيق في اي حاجة. هما مين بقى؟ معرفش، ما عنديش فكرة هما مين بالظبط. يسأل في ذلك الناس اللي عندهم السلطة والنفوذ ان هم يسألوا، ورفضوا ان هم يحققوا من 4 سنين. فانا ليه في الوضع ده ما عنديش فكرة. كان بقالي من اليوم اللي جوز صاحبتي قال لي ما ترجعيش في البيت، كان يوم السبت اللي فات. لقيت واحدة زميلة في الدراسة، ربنا يعني اكرمني انها وافقت ان انام عندها، وقالت لي الاتنين لازم امشي. فانا نمت عندها يوم الاثنين. ولما رحت نمت عندها تتبعوني برضو وفضلوا فوق دماغي بالطيارات، السماء تبقى مقفلة كلها مش باين منهم غير الصوت بتاع الطيارة بس، لكن ما انتي شايفاهم، والرش اللي بيرشوه بيخليكي ما تقدريش تشوفي اي حاجة في السماء، وبتبقى السماء عبارة عن حاجب حتى للشمس، فتبقى الدنيا مظلمة من بدري في عز الصيف. زميلتي اللي انا رحت نمت عندها الاسبوع اللي فات ديت كانت في مقاطعة كورونا بعيد عن اورانج كاونتي، في مقاطعة تانية، والمدينة اللي هي فيها في مدينة تانية. طبعا اتكلموا معاها ومع جوزها، معرفش قالوا لها ايه. ابتدت تستدرجني وتتكلم ان الحكومة كويسة، الحكومة بتعمل كل حاجة كويسة في الدنيا، والحكومة والحكومة احسن من بلداننا، والحروب اللي في بلداننا في العراق والحكاية والرواية. أدركت طبعا إن يعني هي مش بتتكلم كده من فراغ يعني، ومش عاوزة أخسرها على إني أعرفها من أول ما جيت، من أيام ما كنا في الكلية سوا. بس هي معذورة زي غيرها يعني، زي ما الناس اللي هي بتقول لها الكلام ده، كان بوليس ولا مخابرات ولا كانت الجهة الرقابية دي، هي بتقول لها تقول إيه وهي بتقول، لأن هما ما عندهمش القدرة إنه يتكلموا معايا أنا شخصيا، لكن يتكلموا مع أي حد حواليكي. حتى الخصوصية بتاعت الدكتور بتاعك منتهكينها، الصيدلية منتهكينها، العربية منتهكينها، أوضة النوم اللي أنت بتنامي فيها في أي مكان عن طريق الستلايت من فوق، عن طريق الشبكة بتاعت الإنترنت دي كلها، هما بيسمعوا كل حاجة. anyway يعني فده اللي حصل بالنسبة لموضوع كورونا. المدينة اللي أنا كنت نقلت ليها في الويك اند ونمت عند صاحبتي، ومشيت يوم الاثنين الصبح لقيت بنسيون. الراجل ما كان لسه فاتح المكان جديد، ما عندوش أي مخلوق في البنسيون ده، والبنسيون معفن وقديم ويعني لسه المفروض جديد يعني. بعد ما دخلت لقيته بيتكلم في التليفون، اول ما وصلت لقيته ماسك التليفون وبيتكلم، فضلت واقفه 5 دقايق ما طلعش. كنت ماشيه لقيته جري ورايا وجالي عند ناحيه العربيه وقال لي انت بتدوري على اوضه؟ قلت له اه. قال لي طب تعالي. نزلت رحت حجزت 5 6 ايام عنده، قعدت هناك من اول الاثنين اللي فات. جيت اخد كام يوم النهارده، مرضاش زود عليا الايجار زيادة. قلت له موافقة هاخد يومين لحد يوم الاثنين. قال لي لا. قلت له طب ما انت دفعت انا هتزودني وانا هدفع زي اي حد. قال لي لا ما عنديش، ده كله كومبليت، هو اصلا ما فيش ولا عربية في الباركينج.
فقلت له طيب انت زودت عليا الايجار وانا موافقه ان ادفع زياده، فممكن تديني يومين لحد ما الاقي مكان تاني او بنسيون تاني؟ قال لي لا. واختلق قصه طويله عريضه ما ادانيش فرصه اتكلم فيها، اللي هو يعني هو واقف مستنيني اساسا ان انا انزل عشان يطلعني. في اليوم ده طلعت اللي هو النهارده الصبح، رحت كل البنسيونات اللي تتخيلوها كله رفع الايجار الضعف، ومفيش ولا أوضة فاضية. طبعا الويك اند تاني الويك اند. فأنا في المكتبة دلوقتي قاعدة بفكر هنام ازاي وهعمل ايه، هخش حمام ازاي، هاخد أدوية ازاي. ده الوضع الحالي، يعني أنا في حالة شلل متعمد من الأساس، يعني في حالة كماشة سيستم كامل ونظام كامل بيتحكم فيها. ليه؟ عنديش فكرة، لأنه أنا معرفش منين مودي على فين أساسا. ولا الصراع ده بين دول وبعضها، ولا أجهزة مخابرات مع بعضها، ولا أحزاب جوه بعضها متناحرة مع بعضها، إيه قصتهم بالظبط؟ بعيد عن الخرافات، يعني لازم يكون في يعني عقل يقول إن في حاجة غلط، لأن مش معقولة يعني كل اللي أحط العناوين على الجي بي إس وعلى الماب بتاعة التليفون قبل ما أوصل محدش يفتح البيبان من الناس اللي أنا رايح أشوف عندهم الشقق. التتبع طبعا بيبقى عن طريق الشبكة العنكبوتية اللي هي الجي بي إس، بتبقى مربوطة بالتليفون، بتبقى مربوطة بالموبيل داتا. إذا هو عنده النفوذ يقدر يقعد معاكي في الباسك، سوري في اللفظ، يعني هو إساءة نفوذ بدون اي وجه حق، بدون اي وجه حق، حتى لو هو بيحقق في اي شيء مش من حقه ينتهك حياتي تماما كده. هو رفض اوريدي في الاساس، البوليس رفض يحقق في الاساس، والمخابرات قفلت السكه وخدت المعلومات ومرضاش تدينا بيهم ورقه، وهكذا بقى. فالرجوع ازاي ارجع وانا عفشي مرمي في كل حته، محطوط في مكان لازم انتوا مش متخيلين العفش ده، لازم 4 5 يشيلوه او يطلعوه عشان افضي المكان. اوراقي جوه المكان ده، ونصها عند نعيمه ونصها عند نسمه ونصها معايا. انا نفسي مش عارفه اغير هدومي، مش عارفه اعمل اي حاجه خالص. فانا مش عندي استعداد اتكلم مع حد، ومحدش فاهم الوضع اللي انا فيه ولا الازمه اللي انا بمر بيها، لانه المنهجيه دي منهجيه ضرب العقل. واحنا يعني انا فاهمه ده من الاول، هو ما عندوش الاوبشن ان انت تعيشي معاه 4 سنين كده. الاوبشن اللي عنده فقط انك يا تبقي على الرصيف ومجنونه، يا تبقي مجرمه، ما عندوش اوبشن تاني. فانت لحد دلوقتي بتتكلمي حطك تحت كل الاستراتيجيات اللي تخليك تفقدي التفكير وتفقدي الثبات الانفعالي والثبات العصبي والنفسي، ما تعرفيش تتكلمي وتبقى الامور فوق بعضها، فتبقي تايهه في انهي قصه احنا بنتكلم. استخدم ده كله لان هو ببساطه شديده لانهم كلهم مربوطين ببعض، يعني الناس دي كلها مربوطه بشبكه مصالح وكلها تحت مسميات كبيره، بدليل ان احنا وصلنا للمحكمة فيدرالية وقاضي فيدرالي ورفض انه يحقق رغم انه عارف كل حاجة وخد 90 ورقة وعارف ان في جريمة وفي مجرمين المفروض رئيس الدولة يتساءل فيها والحكومة ككل بصرف النظر مين ديمقراطيك ومين جمهوريين ولا محافظين. المفروض الحكومة تتساءل من اول يوم انا بلغت فيه من 11، من اول ما حصل الكلام ده في 2009 2019 من 2019 من اول ما ابتدى اقول اللي عندي، المفروض كان يبقى فيه تحقيقات، كان المفروض الأجهزة الرقابية تحقق في كلامي أو توافق إنها تفتح تحقيق أو على الأقل تاخد الكلام وتديك ورقة بيه. لكن الجميع التزم إن هو ما يديكش إثبات إن أنت بلغته، ففي حالة تتبع. طبعا حالة التتبع بقى بيتخانقوا مع بعض على الكراسي، إحنا ذنبنا إيه؟ أنا ذنبي إيه كمواطنة؟ طلعتني من بيتي بأمر مزيف ملوش أي أساس في ال يعني خلاصة الكلام يا جماعة عشان بس ما أطولش في الفيديو، إن راجل القانون ما طبقش القانون. راجل القانون موجود على الكرسي لكسر القانون مش عشان يطبق قانون، وبالتالي ما تتوقعوش إن في أي حد تحت الناس اللي قاعدة تحت القاضي والمحكمة هتعمل أي حاجة، لأن اللي معاه القانون ما بيطبقوش وكسره ومتعمد إنه يكسره، متعمد الضرر ومتعمد الأذى. والنظام اللي موجود الإدارة الحالية معرفش والله وضعها إيه، يعني
يسألوا ذلك. أنا مواطنة على الأراضي الأمريكية، إزاي أخد الملف ده أنزل بيه في حتة تانية وأعرض أهلي وأعرض ناسي لحاجة أنا معرفهاش؟ منطق يعني إيه؟ يعني إزاي وأنا نفسي إزاي؟ أنا مش عارفة إيه الموضوع أساسا. فحتى لو في نية للفتح للتحقيق في حاجة، أنا عندي ضرر بقالي 4 سنين انتهى بيه إن أنا بقيت مشردة. وحتى وأنا معايا إمكانية إن أنا أقعد في 4 حيطان، هو بيعمل كل شيء علشان يرميك في العربية أو يرميك في الشارع ويتخلص منك. يتخلص منك ليه بقى؟ ليه؟ وده السؤال، ليه يتخلص منك؟ عشان أنت شاهد على العصر ده، شاهد من أول يوم من 4 سنين على كل الأحداث دي. يتخانقوا مع بعض كدول، يتخانقوا مع بعض كأنظمة، الشعوب ملهاش ذنب، الناس ملهاش ذنب، لأن دي إبادة، إبادة جماعية وحفلة انتقام جماعية هتودينا كلنا عالميا وداخليا للهلاك. فيعني عشان ما حدش يتسائل ولا حد يتحاسب، نموت ملايين الناس عشان 10% منهم مثلا قاعدين في الكراسي. ده أحداثي النهاردة. النهاردة مايو 27 2022، والفيديو موجود معاكم. إذا ما قدرتش أتكلم في 24 أو 48 ساعة الجايين، تقدروا بقى تستخدموه على السوشيال ميديا، تستخدموه في أي مكان تحبوا، يعني تبعتوه للحكومة بتاعتنا المصرية، السفارة المصرية، إزاي البني آدمة ديت بكل الأوراق اللي معاها وكل ما يثبت إنها اتعرضت للتمييز والعنصرية وخلق جريمة ومجرمين هي ما تعرفهمش، وحاولت تبلغ كل السلطات الرقابية والتنفيذية والقضائية، وفي الآخر الكل بيقفل الملف وعاوز يتخلص منها هي. وبيتخلص منها هي ليه؟ هي ما هيش بتلعب سياسة ولا هي قاعدة في كراسي. وأي حد بتحاول تسأله وتعرفه أو تطلب منه أي شيء للمساعدة بيتقفل الباب، سواء أعرفه من 10 سنين من أول ما جيت، من 12 سنة، من 2010، لحد أي حد غريب، لأنه عارف إن أنت عارف عنه كل حاجة. ما بيكلموش بشكل مباشر معاك، يعني هم بيكلموش بشكل مباشر معاك، يسمعوا بس عشان يعرفوا فين الثغرات بتاعتهم وفين الأخطاء بتاعتهم وإيه الحاجات اللي لازم يقفلوها أو يوجدوا إجابة ليها، لأنه مش عاوز يتفاجئ لو اتسائل، أو أنت حبيت تسأله في حاجة ما يتفاجئش، يبقى محضر الكذبة بتاعته، محضر التزوير بتاعه، زي ما زور في المحكمة وزي ما تسبب في إن أنا بقيت في الشارع أنا وغيري. لأنه من أول يوم لو كان فتح الملف وحقق فيه، كانتش الوضع يبقى كده، ما كانش الوضع يبقى كده، لأن كل الناس اللي قرأت ال90 ورقة اللي أنا بعتهم دول، سواء البوليس أو الحي أو العمدة أو الحاكم بتاع الولاية أو النائبة بتاعة الرئيس الأمريكي الحالي والإدارة الحالية، كل الناس اللي بتقرأ دي من كل الجنسيات، كل واحد عنده مشكلة بيصفيها في الليلة دي. ف اللي أنا بقوله هما مش لسه يعني بيسمعوه، يعني لأول مرة. الأجيال اللي جت من 40 50 100 سنة عارفة كل الكلام ده. فإذا الحكومة بتقوم بعملية احتيال وتزوير وأخطاء قضائية وأخطاء دستورية وأخطاء فيدرالية وأخطاء مدنية بالشكل ده، ما تتوقعش إن الشعب هيكون في التعامل صادق مع بعضيه. هتبقى اللي تحت طبعا كله بياكل في بعضيه، لانه يعني انا بروح مواعيد وبطلع على الانترنت عشان الاقي 4 حيطان، يعني مسافة ما توصل الكلام بيتغير، السعر بيتغير، بتلاقي ناس كدابة كتير 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 جدا ومحتالين كتير. ما انت خد بالك ان احنا لما بلغنا ان في تجارة مخدرات او توزيع مخدرات او شبهة ان في توزيع مخدرات وانشطة مشبوهة، وليه الناس اللي فوقين عاوزين يعرفوا انا مين اللي في الشقه وبيتحرشوا بيا ليه في كل اوردر بينزلوه، والطياره اللي بتطلع وراهم تطلع وراهم ليه، وليه اتقبض عليها ورجعت الشقه تاني، كل الاسئله دي هو بيقفلها عشان ما ياخدش مسؤوليه ولا يتسائل عنك ولا عن هو عمل ايه، لان ده مجمع فيدرالي تابع للولايه وتابع للحكومه الفيدراليه او البرامج الفيدراليه. النقطه التانيه اللي ما يقدرش يكدبني فيها ابدا، ان انا بلغت، ما عنديش اي حاجة، الضرائب بتاعتي بعبيها كل سنة، ما فيش كسر للقوانين في اي شيء من اي شيء، فبالتالي هو بيتخلص منك، ما فيش حل تاني غير كده. لانه يعني اذا عاوز يحقق كان لازم يبقى عندك حاجة عشان يحقق فيها، بس هو ما عندوش حاجة يحقق فيها للأسف يعني.
النهاردة كده أنا أديت يعني مانشيتات وتخليص أو تلخيص للأحداث كلها اللي حصل في حياتي من 11 نوفمبر 2018 لحد النهاردة، اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها. هحاول في 48 ساعة الجايين أسيب تسجيل صوتي عشان ما تقلقوش، بس هنام فين وهعمل إيه ما عنديش فكرة. لا إله إلا الله.